السلام عليكم. فضيحة من العيار الثقيل لجوائز الكلاب سوكر والمنتخب الوطني الجزائري كان أول ضحاياها بطبيعة الحال، خاصة بعد الأرقام الرهيبة اللي قاعد يقدمها المنتخب الوطني الجزائري مؤخرا، خاصة أنهم رشحوا منتخب آخر إفريقي عكس المنتخب الوطني الجزائري الذي شرف القارة السمراء. راح أشارك معكم جميع التفاصيل وهذه الفضيحة التي أعزائي الكرام ستكون حديث الساعة. إذا هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا من اجل الاجابه عن جميع استفساراتكم. وكما عودتكم قبل بدايه كل فيديو، لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا اعزائي الكرام، يعني في المره الاخيره وفي الساعات القليله الماضيه كل مره نسمع بفضيحه جديده وابتعاد المنتخب الوطني الجزائري عن العديد من الترشيحات، وابرز يعني الفضائح الجديده هي جائزه جلوب سوكر. جائزه جلوب سوكر اعزائي الكرام اللي ما يعرفهاش، هي يعني جائزه تهدى كل سنه، يعني هي جوائز سنويه يتم منحها للمتميزين في مجال كره القدم، ويتم تنظيمها في دبي. يعني البلد المنظم لهذه الجائزه هي دبي، وينتظر ان يتم الكشف عن الفائزين بجوائز عام 2021 يوم 27 ديسمبر، يعني 27 ديسمبر راح يتم الاعلان عن النتائج. وبطبيعه الحال تم فتح التصويت حسب الترشيحات، رشحوا المنتخبات المتاهله باه تكون يعني عرضة للتصويت، باه يصوتوا عليها واللاعبين والمدربين والحراس، وكان هنالك غياب جزائري تام خاصة للمنتخبات. على العموم شكون دخل في هذا الجلوب سوكر؟ دخل فيها اعزائي الكرام يعني الفيفا، وايضا بعض المنظمات الافريقية وبعض المنظمات الاماراتية للمعلومة. اولا قبل ما نمر الى المنتخب الوطني الجزائري، بغيت نشارك معكم بعض النقاط. هو انه حتى نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز مظلوم من هذه الجوائز، وذلك بشكل رسمي، سواء من جلوب سوكر، جوائز دباست، او حتى الفيفا. رياض محرز اللي كان قاعد يقدم مستويات كبيره ولحد يومنا هذا يقدم في مستويات رهيبه، يعني وكانه لا يفعل اي شيء وانه ليس مرئي. نفس الشيء للمنتخب الوطني الجزائري الذي حقق 33 مباراه بدون هزيمه، يعني شيء غريب جدا يواجهه المنتخب الوطني الجزائري. على العموم نشارك معكم اولا مرشحون لجائزه جلوب سوكر لافضل لاعب في العالم، افضل اللاعبين كانوا هنالك حوالي 20 لاعب او اكثر، رياض محرز لم يتواجد معهم، هذا شيء غريب صراحه اعزائي الكرام. كين بنزيما، اسبيليكويتا، كيزا، وايضا كيفن دي بروين، روبن دياز، دونا روما، جلويجي دونا روما، فرنانديز، برونو فرنانديز، ايرلينغ هالاند، جورجينو، كين، هاري كين، كانتي، كيميتش، ليفادوسكي، وايضا لوكاكو، ماركينيوس، مبابي، ميسي، رونالدو، صلاح، وفيراتي. نجمنا الدولي الجزائري تحسب انه ما راه يقدم ولا شيء، تحسب انه لاعب يعني خفي ما راهش يبان، دائما ما يقدم مستويات كبيره. حتى لجنه الشامبيونز ليج اعزائي الكرام يعني حرمت رياض محرز باه يتوج بجائزه افضل لاعب امام نادي باريس سان جيرمان، وايضا حرمته للمره الثانيه وما تواجدش في القائمه المرشحه لجائزه افضل لاعب الاسبوع، وما ترشحش حتى للتشكيله المثاليه. صراحة شيء غريب. الجوائز الموالية هم المرشحون لجوائز جلوب سوكر لأفضل مدافع في العام والعالم، يعني عندنا ألكسندر أرنولد، أسبيليكويتا، بونيتشي، كيلينا، زي الكرام، دياز، ماركينيوس، روديغر، وأيضا كيل والكر. حسنا هذه النقاط لا تهمنا. عندنا ايضا مرشحون لجائزه جلوب سوكر لافضل حراس المرمى، عندنا كورتوا، دوناروما، ايدرسون، ميلان، وايضا مارتينيز، ماندي، نافاز، نوير، واوبلاك. اما بالنسبه للمدربين المرشحون لجائزه جلوب سوكر لافضل مدرب في العام والعالم بطبيعه الحال، عندنا بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، غالتي يعني مدرب نادي نيس، فليك بطبيعه الحال، امري، وايضا ديدي ديشامب، وايضا كورتي، وايضا عندنا كونتي، ويعني بعض المدربين الاخرين مثل تيتي، توخيل، ايضا عندنا مانشيني والعديد من المدربين الاخرين. جمال بالماضي كان من المفروض اعزائي الكرام يكون من هذه القائمه كافضل المدربين، لانه هذه القائمه فيها المدربين يعني للانديه وحتى للمنتخبات، يعني ما كانش الكوتش جمال بالماضي. لا علينا، ما نتكلموش على هذه النقطة، تفادوها. أما بالنسبة للمرشحين لجائزة كلوب سوكر لأفضل نادي للرجال في العالم، عندنا الأهلي، مبروك للأهلي تواجده هنا، هو وأيضا والهلال، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ، تشيلسي، فلامينغو، إنتر، ليل، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بالميراس، باريس سان جيرمان، وأيضا عندنا فياريال وبعض الأندية الأخرى. أما بالنسبة للمنتخبات، وهذه هي النقطة اللي باغي نركز عليها أعزائي الكرام، بالنسبة للمرشحين لجائزة جلوب سوكر لأفضل فريق وطني لهذا العام، كاين الأرجنتين، البرازيل، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، المكسيك، المغرب، المنتخب المغربي، والولايات المتحدة الأمريكية.
شوف اعزائي الكرام، انا مانيش نتكلم على لانه المنتخب الوطني الجزائري كنا ماذا بينا نفوزوا ونترشحوا بهذه الجائزه، وكان حتى ترشحنا ما راحش نفوزوا بهذه حاجه باينه، لانه كاين منتخبات افضل من المنتخب الوطني الجزائري عالميا، هذه النقطه يعني واضحه كوضوح الشمس. ولكن بما انهم فيهم منتخبات من قاره افريقيه ومن منتخبات عربيه متواجده في هذه القائمه، انا كنت حاسب بلي انه في جروب سوكر ممكن انهم سيرشحون فقط المنتخبات يعني العالمية في أوروبا، أفريقيا والمنتخبات العربية ما كنتش نتوقع بلي أنه راح يكون واحد فيهم. ولكن بما أن المغرب حاضر، هذا ظلم للمنتخب الوطني الجزائري. ما نش نقلل احترامي من المغاربة أو من المنتخب المغربي بالضبط، ولكن لو كان عملوا مقارنة بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المغربي، المنتخب الجزائري أفضل من المنتخب المغربي على جميع الأصعدة إلا في ترتيب الفيفا الدولي. افضل منهم من ناحيه خط الهجوم، من ناحيه التشكيله، من ناحيه اللاعبين، من ناحيه المدرب، من ناحيه ايضا يعني سلسله اللاهزائم، وايضا في كل شيء اعزائي الكرام، في كل شيء، حتى افضل منهم في النتائج اللي حققناها مؤخرا في التصفيات الافريقيه المؤهله لمونديال قطر سنه 2022. انا بالنسبه لي هذه فضيحه. اولا مبروك على المنتخب المغربي الذي تواجد هنا، ما رانيش حاسد المنتخب المغربي كي تواجد في هذه القائمه، بالعكس، ولكن بما انه تواجد منتخب من افريقيا ومنتخب عربي، انا هذه النقطه ما نقبلهاش، وهذه فضيحه من العيار الثقيل، لانه لو كان عملوا مقارنه يا اعزائي الكرام، المنتخب الوطني الجزائري لم يخسر منذ 33 مباراه بدون هزيمه، سلسله من اللاهزائم، افضل ثالث منتخب في العالم من ناحيه سلسله اللاهزائم. هذا الشيء ما راهش يبان، هذا الشيء ما راهش واضح، هذا الشيء ما سمعتش به الفيفا وجلوب سوكر والعديد من المنتخبات الاخرى. ليش هاد المنتخبات هما اللي لازم يعني يوصل الصوت نتاعنا ليهم؟ يعني كيفاش ما راكش تشوفوا المنتخب الوطني الجزائري، المنتخب الجزائري اللي راه قاعد يحقق في نتائج مبهره، عندنا كما قلنا 33 مباراه بدون هزيمه، 25 هدف سجلناه فقط في التصفيات الافريقيه المؤهله لمونديال قطر سنه 2022، هذا الشيء ما شفتوش. كان المنتخب الجزائري من افضل المنتخبات في العالم اللي سجلت هذه الكثافه العدديه من الاهداف في التصفيات المؤهله لمونديال قطر سنة 2022. حاليا نحن في ترتيب عالمي اعزائي الكرام 32 يعني عالميا، نحن في المرتبه 32 عالميا والرابع افريقيا، وتوجنا رسميا بافضل منتخب عربي حسب جائزه الابداع الرياضي الممنوحه من الامارات. هذا الشيء ما شفتوهش، كل هذه الاشياء ما شفتوهاش وما رشحتوش المنتخب الوطني الجزائري. بينما ايضا عندنا افضل مدرب في القاره السمراء الا وهو الكوتش جمال بالماضي، واللي حتى جلوب سوكر ظلمته ما كانش يعني من هذه القائمه، وايضا فزنا على منتخبات افريقيه واجنبيه. هذا الشيء ما راهش يبان، هذا الشيء ما راهش تشوفوا يعني جلوب سوكر والفيفا وحتى المنظمات الاخرى. صراحه المنتخب الجزائري مظلوم من الفيفا والكاف وحتى من هذه الترشيحات من الجوائز، حتى جوائز ذا بيست لم يتواجد فيها ولا لاعب جزائري، لا رياض محرز ولا الكوتش بالماضي ولا اي احد. ايضا عندنا زائر كرام، فزنا على منتخبات افريقيه ومنتخبات اجنبيه كما قلنا، وعندنا العديد والمزيد من الاشياء الاخرى. خليتكم انتم تكتبوها لنا في صندوق التعليقات، اكتبوا لنا الارقام اللي حققها المنتخب الوطني الجزائري واللي تبين انه المنتخب الجزائري الافضل في القاره السمراء. بتكون الرساله واضحه، وصراحه هذا الظلم يعني ليس للمره الاولى، ولكن احنا نتكلم على هذا الظلم صراحه. يعني نشوف الظلم وما نتكلمش عليه، ما انا ماشي بنادم اذا شفت الظلم وما نتكلمش عليه صراحه. المنتخب الوطني الجزائري يحقق في ارقام خياليه، مع الاخير يعني يرشح منتخب افريقي يعني ليس بقوه المنتخب الوطني الجزائري، لا من ناحيه الارقام، لا من ناحيه اللاعبين، لا من ناحيه ايضا المدرب يتواجد في هذه القائمه، اما المنتخب الوطني الجزائري متجاهل رسميا. فبغيتكم انتم تكتبوا لنا رايكم في صندوق التعليقات، واش هذا ظلم ولا انا ولا راني انا ابالغ في هذه الامور؟ يعني ما كان لا مبالغة ولا شيء من هذا القبيل. المنتخب الوطني الجزائري مظلوم، رياض محرز هو أيضا كما قلنا أعزائي الكرام مظلوم من لجنة تشامبيونز ليج، من الفيفا، من حتى من الكاف صراحة أعزائي الكرام، لأنه التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا لم يتواجد فيها رياض محرز اللي كان عنده أفضل تنقيط على جميع منصات يعني تقييم اللاعبين، سوفا سكورد، هوسكورد، فوت موب، يعني كل المنصات رياض محرز كان فيها الاعلى تنقيطا، ولكن لم يتواجد في هذه التشكيله المثاليه الظاهره امامكم. نفس الشيء رياض محرز اعزائي الكرام لم يتواجد في جائزه الاتحاد الدولي للاحصاء ولكره القدم لافضل لاعب في السنه، توج بها روبرت ليفادوسكي، يستاهل صراحه، ولكن القائمه رياض محرز لم يتواجد في يعني العشر الافضل اللاعبين في العالم. عندنا روبرت ليفادوسكي، ليونيل ميسي، جورجينيو، كيفين دي بروين، محمد صلاح، كيليان مبابي، كريستيانو رونالدو، نقولو كانتي، جالويجي دوناروما، ايرليك هالاند. رياض محرز متجاهل يعني اعزائي الكرام ولم يتواجد في هذه القائمة.
صراحة أشياء غريبة تحدث للمنتخب الوطني الجزائري، ويعني رياض محرز كان على الأقل على الأقل يترشح لجائزة، ولكن يعني من ناحية لغة الأرقام، كنت تكلموا على لغة الأرقام، واللي هذه المنظمات وهذه الجوائز وأصحاب هذه الجوائز والمنظمين لهذه الجوائز ما رش يتخذوها، هو أنه يعني يستعملوا العاطفة أكثر، لأنه رياض محرز حسب لغة الأرقام تنقيطه هو أعزائي الكرام يعني في هذا الموسم 7.84 عالميا، روبرت ليفاندوفسكي الاول، هنالك باولو ديبالا، سيباستيان هالر، كاريم بنزيما، وايضا عندنا يعني كونكو، ليوريساني، وايضا عندنا كريستيانو رونالدو الى اخره. جوائز دباست، رياض محرز غير متواجد، وايضا حتى للمدربين بالماضي غير متواجد. فانتم اعطونا رايكم في صندوق التعليقات حول هذا الموضوع، صراحه شيء غريب يحدث للمنتخب الوطني الجزائري، ولكن الرد سيكون للكوت جمال بالماضي، بالماضي هو اللي راح يرد عليهم بعين الاعتبار. لأنه رانا قاعدين نشوفوا يعني في الآونة الأخيرة أحداث غريبة ضد المنتخب الجزائري وضد لاعبنا رياض محرز. احنا عندنا لاعب متألق في 5 دوريات الكبرى، وزنه كبير أعزائي الكرام، ولكن مظلوم إعلاميا، مظلوم من ناحية الجوائز، غير متواجد في جوائز دباست، صراحة شيء غريب. أما بالنسبة لبلماضي هو أيضا مظلوم إعلاميا، غير متواجد مع العديد في الترشيحات من العديد من الجوائز. أما المنتخب الوطني الجزائري شفنا فضيحة من جلوب سوكر مؤخرا. ما هو تعليقكم حول هذا الموضوع؟ ولكن كما قلت لكم الرد سيكون لصالح الكوتش جمال بالماضي، هو اللي راح يرد عليهم فوق ارضيه الميدان بنتائجه في كاس افريقيا، واللي راح يصعد في ترتيب الفيفا ويزيد يحطم لنا ارقام قياسيه لكي يجعل المنتخب الوطني الجزائري افضل منتخب في العالم من ناحيه سلسله الهزائم، وايضا سنحسن ترتيبنا في ترتيب الفيفا الدولي ان شاء الله. وطبعا كانت هنالك في الساعات القليله الماضيه وايضا حتى الاشهر الماضيه يعني مقالات كاذبه ومغالطات فيها صراحه من اجل يعني عملوا وهم على الاعلام، بيقولوا بلي ان المنتخب الوطني الجزائري ما راحش محقق 33 مباراه بدون هزيمه. انا شفت اعزائي الكرام يعني بعض الصحفيين الاسبانيين اللي هم صراحه منذ سنه 2010 بداوا هذه الخدمه نتاعهم في الصحافه والى غير ما ذلك، عاملين المنتخب الوطني الجزائري ليس الافضل من ناحيه سلسله الهزائم منذ سنه 2018، عاملين بلي ان الجزائر فاز لم يخسر منذ 12 مباراه فقط. هل المنتخب الجزائري لم يخسر منذ 12 مباراة فقط؟ حتى في قنوات اعزائي الكرام يعني أرجنتينية هم أيضا عاملين باللي أن المنتخب الوطني الجزائري ليس من الأفضل المنتخبات اللي حققت سلسلة اللاهزائم. الكل ضد المنتخب الوطني الجزائري، وبالماضي ما غلطش باللي قال باللي أنه الكل ينتظر سقوط المنتخب الوطني الجزائري، ومن ينتظر سقوط المنتخب الوطني الجزائري أقول له أحلاما سعيدة ممكن يعني السنوات المقبلة، ولكن هذا العام إن شاء الله المنتخب الوطني الجزائري سيحطم أرقام قياسية، وثقتي في الكوتش جمال الماضي والمنتخب الجزائري ولاعبينا كبيرة جدا، وإن شاء الله راح نحطموا أرقام قياسية ونسكت العالم وكل من يعني لم يرشح المنتخب الوطني الجزائري ولا رياض محرز ولا حتى الكوتش جمال بن ماضي. على العموم أعطونا رأيكم في صندوق التعليقات، وكان هذا الفيديو اليوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام.